بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا رايات لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، رايات الإسلام المنتصرة في كل زمان ومكان رغم أعدائنا بالتمام والكمال. نعود إلى الآيات التي سبقت أن ذكرناها. أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوق عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أي عندهم خزائن كلها من دون الله، مش خزائن الله، من دون الله عندهم خزائن، أما خزائن بؤس وكذب وبهتان وفشل ذريع. و ils vont gober tous les mots qu'ils ont semés. Ça, c'est irrévocable, inexorable, inévitable. Vous, espèce de salaud. Am indam khazain wa rahmati rabbik al-aziz al-wahhab. Allah la yuqhar. Mouch bi kaytkoum entoum sa yuqhar al-Qur'an. Fama balik. Mouch yuqhar al-Rahman. Al-Qur'an la yuzalzu ahad. Wa la yatalu ahad. ولا يقدر على ابطال شرع احد. يقول لك ربي العزيز وهبك ايام معدودات، علاش مشيت اسرافا وبدارا فيما يورطك؟ ليه وكري تتبع في بورقيبه حتى الان؟ ما فهمتوش التلقين شنو معناه الموت لامثال بورقيبه؟ ما عرفتوش؟ ماشي في خيالكم مرض شيطاني اللي بورقيبه لم يمت، ورقيبه صنم، واللي عملوا الصنم قصوا يديه. تو هذا قبل ما يقع فيما يقع 8 ايام، ريتو بالضبط كيفاش جمدوا ربي على كرسي بالعجاله وجمد له رقبته، بس ما عادش يتلفت للك، ولكن ما عادش عنده ما يقول في الدنيا. يا جماهير، يا الشعب التونسي، راني حكيم وراني خير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من أنت حتى تولي أخير من عمر الفاروق رضي الله عنه؟ من أنت؟ هذه سلعتكم، سلعة بوار وسلعة كساد وسلعة الفاشلين في دنيا، فكيف يكونوا رابحين في أخرى؟ على كل حال، أم عندهم خزائن رحمة ربك، خزائن الرحمة أن يحنا بحاجة إليها كل لحظة، أم عندهم، شوف كشف الحال، أم عندهم مازال مش يكشف لكم حالكم؟ أنت تو إذا كان وريت الكيبك باكي شنكل عورتك الكل تتشاف بما فيها ما سجل عليك من كلام أو باش لئام. أم عندهم خزائن ورحمة ربك العزيز الوهاب؟ هكا وريحة مواتيتكم قلت ويا أنتو كما دابا الريحة ماشية في صالحنا، هيا نتمتعوا بأعلى صوتنا، صوت الباطل والخداع والكذب والبهتان وتضليل الناس وخاصة النساء اللي يصدقوا فيكم. ماريناكم من 2014 وقبلها، قلنا لكم يا ناس راكم وزات بريديسبوزي اتو لي شيك بوسيبل، قلنا لكم ماكمش تنجحوا، ما عندكمش كفاءات النجاح، ما هو بكم شيطانية، لابد ان ربي يلقنكم دروس تليق بشيطنتكم، وما ربك بظلام العبيد. نعود إن شاء الله تعالى.